أهلا بكم إلى أخبار الجزائر. والبداية بقرار البلاد باستقبال 400 طفل فلسطيني مصاب لتلقي العلاج من جروحه وأثار القصف الإسرائيلي. وسيتلقى الأطفال العلاج بمستشفيات العاصمة ووهران وقسنطينة. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن رفع الأجور سيكون خلال سنة 2024 بنسبة 47%، وستمس العملة 2,800,000 مستفيد. كشف وزير الداخلية أن الجزائر ستستلم شهر جانفي المقبل طائرات جديدة لإطفاء الحرائق، إلى جانب اعتزامها مواصلة استئجار طائرات إطفاء إضافية من أجل مواجهة حرائق الغابات. شب حريق مهول على مستوى مستودع يحتوي على عدة محال تجارية للخضر على مستوى سوق الجملة بليخون في قسنطينة. هذا وسيطرت الحماية المدنية على الحريق ومنعت انتشاره إلى المحال المجاورة. انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد سيدات أمام نظيره المصري بنتيجة 25-14 في إطار الدورة الدولية الودية الرباعية الجارية في المركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.